محمد إبراهيم صيلان ومقاتل مغربي ابن المدينة الحمراء مراكش. في هذا الفيديو إن شاء الله سنشاهد وإياكم نزاله ضد المقاتل الجزائري رابح محمد يونس. لكن قبل كل هذا أتمنى أن لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر دائما في نشر المزيد إن شاء الله. All right, ladies and gentlemen, coming up next, bout number six right now, fighting Morocco, Ibrahim Saylan. محمد إبراهيم هو بطل المغرب لتسع مرات في كل من المواي تاي والكيك بوكسينج. إضافة إلى ذلك هو بطل لكل من العرب وأفريقيا. يونس رابا. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. من خلال وجهة نظري المقاتل المغربي في الجولات الأربع الأولى كان متميزا شيئا ما، لكن مع بداية الجولة الخامسة انهار بدنيا. أتمنى أن تتركوا لنا آراءكم في صندوق التعليق المخصصة لهذا الفيديو حول هذا النزال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.